تست تست تست. إذن مساء الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر. اليوم غادي نعيشوا قصة ديال المأساة ديال السي حمودة، اليوم اللي قرر أنه يفتح القلب ديالو ويقرب من هذه المعاناة الكبيرة التي عاشها بعد ما تعرف. يعني كأي إنسان يعني تتزوج للشخص باش أنه يبني أسرة وبني استقرار وبني حياة ويشوف يعني الوليدات ويشوف الحفايد ويشوف امور وامور في الحياه ديالو، ولكن للاسف واحد النهار ما ظنش وما دارش على الحسبان ديالو بانه في واحد اليوم بانه كل شيء داكشي اللي تيبنيه وداكشي اللي تيتمناه في الحياه ديالو غادي توقف بسبب، يعني للاسف دائما اما تتلقى المراه او الراجل تتكون سبب في ضياع يعني تشتيت الاسره والضياع ديالها. اليوم سي حموده مول الجيل الصفر، معروف بالجيل الصفر في يعني في القصبه، يعني في حي السلام، انه يعني تيشوف بانه حياته كلها هي ضاعت بسبب هذه الزوجه ديالو اللي بعد ما كانت واحد 10 10 كان يعني النتيجه ديالها وجوج بنيات، في الاخير تيشوف بانه الزوجه ديالو تتقدم يعني بالطلاق ديالو، تتفرض عليه الطلاق بالاضافه تخرج عليه النفقه، بالاضافه تيشوف انه بنياته ضاعوا كلهم تجروا لواحد الطريق اللي ما كانش يتمناه وما بغاهاش. غنخليه هو يقربنا من خلال المباشر من القصه ديال المؤلمه، يعني تيحكي وتحكي بواحد المراره، واحد نقول بهذه العباره الفقصه، واحد يعني للاسف اسف كبير كيفاش انه حياته كلها توقفت وحياته كلها ضاعت بسبب الزوجه ديالو اللي ضيعت بناته وضيعت حتى حياتها، ضيعت طرسها بسبب التفكير ديالها. الان سي حموده مرحبا بك معنا. شكرا شكرا. يعني بغيت تحكي لنا كيفاش بديتي انت الحياه ديالك الزوجه، كيفاش تعرفتي انت على الزوجه هذه؟ لا لا ما تعرفت بها، انايا تعرفت بها الوالده ديالتي، من بعد السيدة بنت بلاد هاد السيدة، وقالت لها أمي أبي نتزوج ولدي، قالت لها هاد السيدة هادي ظريفة وشلحة وما عندها زبا وما عندها حد ما عندها هذا، قالت لها أمي محبب بها، مشات أمي دات السكر ودات كلشي وخطبتها في 95، طحتنا لقى الزواج في 95، من 95 حتى 2020 27 عام وانا السيده انا مجوج بها حقها في هذيك العصره الاولى، مش تمنى لي شي حاجه خايبه، وانا في الاخر هادي ديت انا نسيب وعيش هو مصري وعيش في المانيا، سميتو بلا اسماء عيش في المانيا، ان التليفون ديال مرتي تبراتي هي وبنتي دوني بنتي الكبيره، وانا دي حفيده ولد زت ولد انا زت، و تاني تنرضاش على فقرامتي تجرح ليا. نضت السيده تفهمت هي بنتي شنو داروا، عمرو ورقها هاد الكاتب العمومي حطوا لي واحد الباطل ما كايناش، قال ان القاضي دابا خص كل عنده شي دليل الا من الرجل ولا المراه الا بغات تطلق في هذا الزمان، الطلاق الشقاقي ولا الطلاق الاخر اللي كاين دابا بقاو شاهد، الطلاق الشقاقي والطلاق هذا خصو التحييد. يعني هي رفعت عليك دعوه ديال الطلاق الشقاق. الشقاق ومدو ما في راسي والو، حضرت هي صايبه كلشي راسها حتى جاتني انا السيده، جاتني السيده قال لي تكلم القاضي، جيت للقاضي قال لي المراه طلقتك وخرجت لك 14000 ريال الليصانه. انا ما في راسي والو، الكبيره ولا الصغيره هي اللي رفعت عليك الدعوه وطلقت بتطلقك باش تجر البنات عندها. اييه وانا خايف على البنات، وبنتي كبيره قلت لها ديري دارك من عند راجلك، بنتي الاخرى الصغيره القصيره عطات 17 عام وتم شهور، خرجت من المدرسه كتلقى هنا في الشهر الذهبي، والسبب ديالي رميت
تتسد 24 لفيه 3 شهور 3 شهور تحرمت على راسها حتى الدراميت. انا بدات تقرا وبدات تكون حتى هي سهجه سميتها في الدو زعما موظفه ولا في الكوين ولا في شهاده بتا الخير. انا ما بش ما كاينش واحد الاب ما جايب الخير لولادو. انا هما تجيو تعيروني جات بنتي كبيره عيلات قالت لك انت بابا ناس بنا انت شحال العمر وانت عايش معاهم السي حمود؟ 27 عام. يعني كبرتيهم انت اللي كبرتي البنات؟ انا وامي معروفه في زهره الزينيه. وكملنا انا بالديتاي امي كانت خدامه في هادشي ديال الزينيه الاصليه الزينيه خدامين في الوطيلات وواكلين وصاربين من الميخيل. هنا السيده ما خاصها حتى حاجه. هنا الى كتبت عليكم شي حاجه جوج انتوما ديروا التحقيق يعني ديالكم. 27 عام كنتوا بخير وعلى خير؟ بخير. مرتك ما كاين حتى مشكل؟ من المشاكل ما كاين بخير. وقتاش بدا المشكل؟ وقتاش بدا المشكل؟ المشكل بدات نهار 16 شهر 9 2021. عقلتي على التاريخ؟ اه. علاش عقلتي على التاريخ؟ إن كلشي ينسالو التاريخ ما تي هادي عقل هادي عقل عليه. يعني هذاك النهار اللي وقع لك فيه من المشاكل من هذيك الوقيته من 16 9 ديال 2021 لدابا الآن. علاش وقف هذاك التاريخ بالضبط؟ إن صافي إن كلشي ولا الحيحة في الدار عندنا. المساكين كلشي دارو اللي دارو داتو مرتي اللي بطلق مني وبنتي يعني بناتي حققوا تلبيو الغيره على باهم وتعيروني انا حمق وانا ما حمق. انا الحمق تولد ولادو حمق ما تيلبس حويجو حمق ما تيتنا في القانون وتنا في الله الوطن والملك وتضرب 4 سنين ولا 5 سنين في الامارين في البحريه الملكيه اه ما حمقش. نعم قلت لي هادشي هو اللي اثر عليك ولا خلى الصوت ما بقيتش قدرتي تدوي والو. ان السي لبيس والطيحه اللي تحط في لاماني في البحريه الملكيه في الداخله هي اللي ردت عليا في الضربه. هي الضربه هي ما شاء الله هي حدا عينيا والان حتى اللي صانع ما سميتها لاسورانس ما خرجت لياش. انسان يضحي على الله والوطن والملك والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء تنعرفوا هذا الشيء تعلمونا في القوائم السلاح الملكيه. واخا سي حموده قلت لي بانه صافي المراه بتفرق عليك وحصلت عليها الخيانه الزوجيه. كيفاش الخيانه الزوجيه؟ امتى عرفتي بان مرتك تدخل؟ هنا هي شات شهدات فيا في الكوميسار ديال سماش. قالت هذا السبيكتور ديال السبيكتور اللي كان الكوميسار سماش تفهموا معاه وهي بنتي الكبيره وداوني لمرسيش. دوني لمرسيس قولوا سيدي نا 17 واحد ديال 2022 نا دخل هذا العام هذا. يعني حاولوا هما يحمقوك يعني؟ زعما بادلوا لي زعما انا هذا السيد هذا حمق وحمق ما تيتزوج وحمق ما تيولد ولاد حمق هذه بالسالي في تيبات وحمق ما تيلبس حويجو حمق ما تيدوش مع الناس وحمق ما تيدوي مع الناس وتنعرف الله الملك ديالنا وتنعرف البصر ما تيعرف المخزن ما تيعرف حتى واحد. سي حمود دابا باش عرفتي كيفاش عرفتي بانه الزوجه ديالك بان تدخلك؟ ديما تدخلش هي وبنتي الكبيره الى جيت بلانش ديما جايبين هذا وخطا هادي الخفله تابعوا مع الخفله ما شافونيش صيفت بحال هذاك الشيء ديال بحال تنقولوا حنا في الدوجه من بيلو. لا ما تسالش على السؤال السي حمود باش عرفتي بان مرتك تدخونك؟ انا جاي لك انا نعم. انا فهمتك آه. انا هادي مخبي هادي مسيف زعما مسيف زعما لابس ما معروف ما معروفش شدت هذاك عطى الباني لمرتي ربي رحمتك وجيان الدنيا ودور معهم عطاهم 4000 ريال 4000 ريال وانا خباك وانا ما جانش التليفون كون عندي جاني التليفون كون صورت هذاك الشيء وهذه الدليل العام.
وانا ديري شتو بعينيا، وانا ما بغيتش نقول لهم انا كنت انا ما بغيتش نجبد هاد المساكن. انا كنت انا صافي خلي انا انيا هما تنشوف الصوت ديك بانه ما بقيتيش تجمع الهضره بسبب هذا المشكل هذا. الصوت هو السبب ديالي الطيحه اللي طحت انايا بسميتو في لامارين. وزاد اثر عليك حتى هذا الشيء اللي وقع لك مع الزوجه. اه ومرت ومرت مسانيا. مرتي نفسانيا دابا بهذا الشيء اللي وقع. اه يعني قلتي لي بان دات البنات رفعت عليك دعوه ديال الشقاق وخرجت لك النفقه مع انك انت تتبيع الديتاي. اه دابا تنبيع الديتاي في 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 حي السلام في الملاح. معروف انايا اللي جا معروف حموده مور زي الصفر مور الديتاي نقول لك ها هو معروف. انا زين من الناس ما خايبش من الناس زين من الناس. نعم هادشي اللي وقع لك دروك كيفاش تشوف بان بناتك خلاوك والزوجه ديالك خلاتك اثر عليك بزاف. اه اثرت عليا. انا انت انا جاتني حل القنبله الديريه ضربوني حاجه قنبله ديال ستوريا وانت حاولتي تشوف. انا حاولت ديال الحوار. انا بندير مام الحوار عيت على اخت مرتي. انا شفت اخت مرتي اللي كانت هي ساكنه في احدى ايمان مسلم سميتها اخت مرتي وراس اخت مرتي. قلت لهم اجيو للحوار ونمشيو للحوار ونقصوا نرجعوا ما بين نشتوه. الى نزلتني السيدة قلت لهم اجيو نحلوا. هنا هما ما باوش. انا بنتي الكبيره ما باتش. هي بات هي يكون ما حداها تربي لها حفيده ديال بنتها صغيره قابله لها الحفيده. اللي حفيدك انت. اه حفيدتي انا ثانية. نعم الا كانوا هما تيشوفوا هذه المباشره اخويا حمود اش بتقول لهم؟ الا كنت تشوف الزوجه ديالك وبناتك تيشوفوا هذه المباشره. انا تنقول لهم ارجعوا الى طريق الله وكن اليوم يوم علينا ويوم عليكم. اش اللي جرى ليا اللي جرى ليك حتى انتيا. حاولي تحلوا المشكله ونرجعوا وجمعوا الشمل ونخرجوا حنا في هذيك الحياده ونسكنوا في شهاده. نساعد انا نسعى اليد والنصاره ونعاونكم. كيفاش تشوف حياتك اخويا حمود؟ بطيره. انا بطيره وفاتح الباب الان قربنا لنا مرتي عندهم لنا مرتي في الارمي تحت انا هنايا. الناس المحسنين تعاونوني في 2010 فتحوا لي القلب وانا مريض بالقلب والناس المحسنين داروا لي عمليه ديال 2021 مليون. الله يرحم السيد اللي مات اللي دار لي العمليه سميتو صفاء التباع. لا بلاش سميتو بلاش راه صافي. نعم يعني دروك اش بغيت تقول لهم؟ يعني اتقوا الله ورجعوا يعني. اه بغيتهم اتقوا الله وانا يوم اكون وما اكون يوم علينا وداء اليكم. اختي تموت وما تشوفش بنات وما تشوفش. ايه انا خاكا انايا انايا وخاكا الايمان لك الله العلم في قلبي. وتنقول للناس خوتي في المغاربه كلهم من الشمال المغرب الى جنوبيه والى الساقين المغرب الى الغرب المغرب بالقلب صالح بناتي الله يهديكم. بنتي صليله الله يهديك. اجي بيتك بتخير الخير ديري الكوين واجي وريني الدار ديري جا واجي ديري الكوين واجي وريني نخرجوا لك واخا نسعى اليود ونصالوا ونجي نخرجوا لك. الله يفرج عليك السي حموده الله يفرج عليك الله يديك شي تاويت الخير. امين الله يديك شي تاويت الخير. امين. اذا كما تابعتوا معنا باش نعاودوا نوضحوا بانه السي حموده المعروف مول الجيل الصفر يعني كانت وقعت لي حادثه كان سبب في التلعثم ديال الكلام ديالو يعني وكذلك عنده تاثير على مستوى الدماغ وهذا الشيء كان سبب في انه تخلت عليه الزوجه ديالو بالاضافه للبنات ديالو خلاه يعني في الوقت الحزه اللي محتاجهم وخصو يكونوا بجنبو يعني تخلاو عليه في هذيك في هذه المرحله هذه. فاليوم تيشوف حموده بانه الحياه ديالو ضاعت بناته اللي خصهم يكونوا بجنبو ويوقفوا معاه فقد الشده وفقد فاش يكبر الانسان تحتاج توصل يعني السن كبيره يعني تشوف بان واحد الوقيته تخلات عليه الزوجه ديالو تخلى عليه كل شيء وبسبب هذا الشيء كل شيء يعني هو كما تيقول هو بانه وقع عليه يعني تخفى ولقى عليه خيانه زوجيه بنات تجرهم بطريقه اخرى.
فهذه عبرة، قصة لعبرة الناس أنهم خصهم يشوفوا هذه الأمور هذه من هذا الجانب، ونحن نحاولوا نحافظوا على نفوسنا وعلى عائلتنا، يعني ديما نبقاو مجموعين كيف ما كان الحال. راه كما تنقولوا راه اللحم ما تيخرجش من الضفر، فبالتالي ديما نحاولوا نحافظوا على يعني العائله، الجمع ديال العائله، ما نحاولوا ما نتشتتوش، لان هذا الشيء تتسبب في مشاكل، مشاكل كما تسبب الاستحموذه في مشاكل نفسيه وصحيه. والان يعني دائما تفكر بانه باش يشوف بنيته ويشوف العائله ديالو، الاسره، ويجمع الاسره ديالو، واخا انه يسعى كما تيقول لك اليهود والنصارى باش انه يوقف معاهم في الزمان وفي المصارف ديال الزمان. اذا ما بقى لي نشكركم، شكرا على حسن المتابعه، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.